نظمت شركة نيو وايت فلاج المؤسسة من قبل سامر دومت وبشار الغزاوي مسابقة انتخاب ملك وملكة جمال ستار أكاديمي 2. أهلا وسهلا فيكم بأول حفلة بتنظمها شركة وايت فلاج لأصحابها أنا وبشار. بدأ الاحتفال بمؤتمر صحفي. الليلة النتيجة راح تطلع كالآتي، راح يكون في 50% من علامات لجنة الحكم و50% في إيدكم أنتم. من بعدها بدأ ظهور المشتركين بتياب السهرة اللي صممه ونفذه كل مشترك لنفسه. استغل بعض الطلاب هالعرض لإبراز مهارتهم المتنوعة. مين اخترع المكواي؟ سيلفستر ستالون. المقدرة البدنية، تقليد، نعرف روحي أنا هي الميس. وبنهاية المسابقة حمل لقب ملك شمال ستار أكاديمي 2 هشام عبد الرحمن. الله يطول عمركم. شكراً الله يخليك. شكرا. أما لقب ملكة جمال الأكاديمية لسنة 2005 أماني. مبروك أماني. تمنياتنا لنيو وايت فلاج كوربوريشن دوام الاستمرار والنجاح والإبداع. أما لمعرفة المشاريع المستقبلية لهالشركة ما إلكن إلا تتابعونا.